معروف عن الهند إنها أرض التوابل، عشان كده كان طريق التجارة بين الهند والغرب اسمه طريق التوابل. ولو سألت أي حد في الدنيا إيه اللي بيميز الأكل الهندي هيقولك التوابل الكتير. والنهاردة هنجرب واحد من أشهر مطاعم الأكل الهندي في مصر، مطعم مهراجا. أول ما تدخل بقى المكان هتحس إنك في نيودلهي. قلنا بقى نلبس هندي وناخد صور عقبال ما يحضروا الأكل. أكتر حاجة بتميز المنيو بتاعهم إن كبير جدا، مليان أشكال وألوان، تختار بقى وما يهمكش. الصوصات دي بتبقى عبارة عن زبادي بالأعشاب، وبعدين فلفل سبايسي، مانجا مخللة، وصوص تمر هندي. ندخل بقى على تشيكن سامبوسا. تشيكن سامبوسا دي زي ما احنا شايفين اصلا التقديم لوحده والشكل الروعة اللي يخليك عايز تدخل بسرعة تاكل وتدوق وتقول ايه الطعم ده، انا عايز اشوف هو فيها ايه. هي عبارة عن سامبوسا محشية بالفراخ والبهارات الهندية، رهيبة. ندخل بقى على التشيكن ستريبس. تقولي يعني تشيكن ستريبس طب ما هي موجودة في كل حتة وبنعملها وبناكلها؟ لا، هي فعلا هناك حاجة تانية خالص، طبقة كريسبي من بره وجوسي قوي من جوه. ندخل بقى على البطاطس المشوية، وده في حتة تانية خالص. زي ما انتوا شايفين كده كمية الانبهار اللي كنت منبهرة بيه، ولا الطعم بجد حوار. اول مرة في حياتي ادوق الميكس الغريب ده، طعمها تحفة، ولا السوا بتاعها يجنن. وهي عبارة عن قطع بطاطا كاملة محفورة محشية بالمكسرات والبهارات والجبنة، يمي بجد يمي. وكان عندهم العيش، جربنا نوعين من العيش، جارلك نان وتشيز نان. تشيز نان انا ملت اكتر ليه لان كان كله جبنه، وانا اصلا بعشق اي حاجه فيها تشيز كتير، فكان حكايه. وبرده الجارلك نان كان حلو جدا وكان عليه زعتر، بس انا كنت ذوقي اكتر للتشيز نان. وطلبت كمان نوعين رز، رز ساده، وده بيبقى عباره عن رز ساده خالص فيه شويه من البهارات الهنديه، برده طعمه خفيف جدا وكان جميل. بس انا كان عاجبني اكتر التشيكن برياني، وده برضو رز بيبقى عبارة عن فراخ متبلة مع رز البسمتي والزعفران، وبالنسبة لذوقي انا ملت ده اكتر. اناناس رايتا ده كان ميكس كده فظيع، زي ما احنا عارفين عن الاناناس ان هو في سنة مسكرة والزبادي طبعا لازع، فالاتنين على بعض بجد انا اول مرة ادوق بالطعمة دي. انا تقريبا اصلا خلصت الطبق ده كله لوحدي، كان حكاية. وكمان من الاطباق الرئيسيه اللي طلبناها ران مهراجا، وده طبق رئيسي ومشهور جدا عندهم في الهند. عايزه اقول لكم ان كانت اللحمه فيه جوسي وطريه جدا جدا جدا. كمان طلب باتري تشيكن، هو عباره عن دجاج مع صلصه الطماطم والكريمه والزبده، بس هو فعلا زبده. ده كان فيه سنه مسكره وانا ملت اكتر للطبق ده. كمان طلبنا تشيكن تيكا مسالة، هو عبارة عن قطع صدور دجاج مشوية ومطبوخة مع صلصة المسالة، وده كان في حتة تانية خالص. مش معقول همشي كده من غير محلي آيس كريم جوز الهند الطبيعي، ده فظيع يا جماعة. أنا مش أنا دخت من الكلام.